تحياتي لأحلى متابعين، بحسبكن قاعد بهالوحش الأمريكي، بدي أعرفكن أصدقائنا متابعنا حسن حسن شرفنا حتى يصور هالدوج تشالنجر اس ار تي، هاي سيارة موتورة معدل نعم 2010 ولكن محدثة لل 2020 أو نعم إكزانون. شوفوا هالرينج الليد، شوفوا فتحات غطا هالموتير، هيدا الموتير تبع 8 سلندر 6.1 ولكن ستيج 3. اللي بيعرف كم حصان يكتب لي بالتعليقات. شوفوا هالجريل ولا أحلى من هيك، مين منا ما بحب يشوف لوجو الاس ار تي على سيارته. شوفوا هاللب المميز ولون الجنط المميز وقياسه نعم 22 انش. شوفوا هالكاليبرز الصفر، هيدي السيارة عليها وايد بادي نعم، مين منا ما بحب يشوف 6.1 لتر همي، لونه الجراي المات مميز. شوفوا السايد سكيرتس منكهين بالاصفر مثلهم مثل الشفرة الأمامية، هون لوجو الاس ار تي والجنط مسح البرمي. خلونا شو هنيكم هالستوبات الليد شفرة ولا أحلى من هيك، سحباتها حلوين ومميزين ولونه سوبر مميز. هلا اجى الوقت تعملوا برمي حوالي هالسيارة. الجلد الأسود، الكنتارة الأسود، الدرز البيضة، وين وكيف ما نتطلع يا حلاوة على تشالنجر اس ار تي. حتى على السيت مالتي فانكشن ستيرينج طبعا مع الدرز الحمراء، ما بدنا ننسى الشاشة واكيد هي تتسيت. يا جواد احلى مقطع بالفيديو الأقرب على قلبي وقلبكم، نسمع النغمة. وصل مصادينا ومتابعنا حسن، مين ما حابب يعمل مثل حسن ما يتاخر ودي يحسن معه حتى نصور سيارته على خدمه عرضها لنا مثل ما دائما بنقول. الله يبعد ضرباتي وهني صاحب النصيب. صوره ورقمه لحسن عندنا على الويب سايت تركين موتورز دوت كوم.